لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر، بس احنا كلنا بنفهم الايه دي على انها ايه، ان اللي هياتي ماذا ياتي. بس خلي بالك بولس الرسول بيكملها لنا ويقول لنا ايه، ما اعده الله لمحب اسمه القدوس اعلنه لنا بروحه. يعني ربنا يعلن لك هذا الايمان، ربنا يعلن لك في حياتك اليوميه، ربنا يعلن لك في داخل قلبك في غير الملموس انه يعطي لك هذا الايمان علشان تحيا الابديه الان. ملكوت الله داخلكم. ان عرفت تشوف الملكوت دلوقتي هتعيش تشوف الملكوت ازاي. ما عرفتش تشوف حياتك اليومية أنها في المسيح، بالمسيح، للمسيح، طب هتعيش الملكوت إزاي؟ عشان كده التعبير عن الإيمان مش بس في الفكر، التعبير عن الإيمان بالكيان، كيانك الإنساني بيعبر عن إدراكك لحضور المسيح في حياتك اليومية. السؤال هنا لي، هل المسيح حاضر معك كل حين في كل ايام حياتك في كل ظروف حياتك؟ هل المسيح حاضر في حياتك في كل اختياراتك اليوميه؟ هل المسيح فاعل في حياتك وتشعر بهذا الفعل الحقيقي؟ تشعر انه يراك في ضيقتك، وتشعر انه يشعر بك في تعبك، تشعر انه يراك باستمرار في ظلمتك، وتشعر ايضا انه يعطيك قوه ويعطيك اكثر مما تطلب او تحتاج. عشان كده ابائنا القديسين اللي عاشوا حياه التقوى وعاشوا حياة الفضيلة وعاشوا في المسيح، هما دول بس اللي قدروا يقفوا في ساحات الاستشهاد ويكملوا إلى أن يقدموا حياتهم كلها ذبيحة حية مرضية لله. يتقدموا بفرح علشان حتى حياتهم كلها الأرضية ليس لها معنى، أما حياتهم فهي سماوية. ويؤمنوا تماما ان المسيح يحيا فيهم فلا يكون ابدا هناك موت. عشان كده عاشوا بهذه التقوى وعاشوا بهذا الفكر وهذه الشجاعه التي كانت لهم، كانت من خلال ايمانهم الفاعل من خلال عمل روح الله القدوس في حياتهم. عشان كده احنا واحنا بنحتفل بعيد القديس العظيم ابو سفيان زي ما بنحتفل بكل اعياد القديسين، سواء كانوا قديسين شهداء ولا قديسين علماء كنيسه ولا قديسين ابرار ورهبان، كلهم يشتركوا مع بعض كما عاشوا هم مثالا للمسيح ونحتفل بهم الان. انت ايضا مدعو، الله يدعوك للتقوى،